مرحبا بكم مرة أخرى. خلال الدقائق التالية إن شاء الله نسلط الضوء على مزايا عضوية شركة دي إكسن وكيفية تحقيق العضوية مع شركة دي إكسن ومصادر الأرباح. الآن إخوان الشركات اللي حققت أعمدة الثقة اللي ذكرناها سابقا تتنافس على ثلاث مسائل. تتنافس على قوة الشركة وقوة النظام وقوة المنتج. خلينا نسلط الضوء اليوم على قوة النظام مع شركة دي إكسن. من جزئية العضوية مع شركة دي إكسن، العضوية في شركة دي إكسن لها مزايا كثيرة متنوعة. الآن خلينا نركز على أربع أمور من ضمن مزايا شركة دي إكسن، مزايا العضوية في شركة دي إكسن. المزية الأولى، عضوية شركة دي إكسن عضوية مجانية، فبالتالي أنت إذا دخلت مع شركة مترامة الأطراف وشاركتهم الأرباح في شركة أكثر من 70 دولة ستحصل على أرباح دولية، وبمقابل عدم وجود رأس مال، فبالتالي إذا عدم رأس المال عدمت المخاطرة. المزية الثانية عضوية عالمية، فأنت ستحصل على رقم عضوية عالمي ليس له حدود، فبالتالي من حقك أن تبيع منتجاتك في أي مكتب في العالم، وممكن أن تكسب عضو ويكون لك شريكا في الأرباح ويكون من ضمن فريقه في أي مكان في العالم، فبالتالي تحصل على حرية الزمان وتحصل على حرية المكان، لأن أنت مع شركة عالمية وليس شركة محلية. المزية الثالثة في أرباح دي إكسن في عضوية دي إكسن أنه العضوية تورث، وهذا حقيقة توريث الأرباح حقيقة شيء عظيم جدا، أنه أرباحك ستحفظ لك وجهدك سيحفظ لك ويورث كأرباح شهرية متنامية بنماء فريقك إلى من تعول. المزية الرابعة في شركة دي إكسن أنه لا توجد عضوية أكسباير، فبالتالي عضوية دائمية لا توجد لها أكسباير. الآن العضوية في شركة دي إكسن تنشأ من خلال طريقين. الطريق الأول من خلال موقع إلكتروني للشركة، طبعا وضحناه في الصفحة الخامسة، وضعنا رابط الشركة فيديو مختصر وضحنا فيه كيفية إنشاء العضوية من خلال دقائق مبسطة، فتنشئ لنفسك عضوية ولغيرك في أي مكان بالعالم عضوية مجانية بكافة مستلزمات العضوية وكافة حقوق العضوية. مصدر أو الطريقة الثانية تكوين العضوية من خلال مراجعة أحد مراكز الشركة اللي توجد آلاف المراكز في أكثر من 70 دولة، فتنشئ عضوية من خلال تحقيق مبيعات تقدر ب 100 نقطة، طبعا تختلف 100 نقطة حسب البلد، ممكن تكون من 50 دولار إلى 100 دولار حسب اختلاف البلد، فتنشئ عضوية حقيقية مجانية من خلال تحقيق بعض المبيعات البسيطة. الآن يا إخواني الجميل في شركة دي إكسن أنه نظامها حقيقي ومنتجها حقيقي ذو قيمة تسويقية وذو قيمة صحية. فبالتالي شركة دي إكسن وضعت خطة افتراضية حتى تثبت قوة النظام وسهولة تطبيقه وإمكانية تطبيقه لدى جميع الناس. وضعت الشركة خطة افتراضية سمتها خطة الخمسة أشهر ومضمنة في كتيب الشركة وموقعها الرسمي. قالت أنه لو حققت 100 نقطة أنت كراعي مجموعة وكسبت ثلاث أعضاء خلال الشهر سيحققون 100 نقطة. نفس الطريقة تكررها لمدة خمسة أشهر، تحقق 100 نقطة وتكسب ثلاث أعضاء، ونفس العملية يقوم بها فريقك يحقق 100 نقطة ويكسب ثلاث أعضاء. ستكون لك أرباح في الشهر الخامس تقدر ب 4700 دولار، وهذا أخواني رقم حقيقي ومثبت ومدروس دراسة دقيقة. طيب لو قال شخص أنه هذه خطة افتراضية، نقول نعم خطة افتراضية لكن قابل للتطبيق، فكثير من الناس طبق خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنين وحصل على هذه الأرقام بل زيادة وضعف، لأن شركة دي إكسن وضعت نظام حقيقي، نظام مفتوح، نظام بسيط ومع منتج حقيقي ذو قيمة تسويقية ومطلوب بصفة مستمرة، فبالتالي النمو مستمر. فأنت مع شركة حقيقية ونظام حقيقي ومنتج حقيقي، ونقول لك الربح والنجاح مع دي إكسن أكيد. كن معنا وأستغل الفرصة، نراكم قريبا في القمة إن شاء الله.